أنظف حاجة فينا تعمل كده؟ طب ليه؟ وإزاي؟ فين كلامك اللي قعدتي تصدعينا بيه 20 سنة عن الصح والغلط والأصول؟ كان فين؟ وانتي في حضن البي وجايبالنا منه عيل كمان. انتي عارفة اللي زيك بيسموها ايه؟ خرسي يا ليلة الأدب يا حدمة الرماية. أنا ما عملتش حاجة. أحمد أختك نظيف، أختك مش وحش يا أحمد. ما عملتش حاجة يا رحال. أنا عملت زي كل الناس، حبيت واتجوزت على سنة الله ورسوله. يعني أنت كنت متجوزة؟ ولا أنت كنت فاكرة إيه؟ بقى أنتوا يا ولاد امبارح عايزين تحاسبوني وتحكموني، نسيتوا الإيد اللي قشفت وعجزت من الطبطبة عليكم، ولا عيني اللي ما كانتش بتشوف النوم إلا لما كل واحد فيكم يبقى بفرشته. ده نايا اللي سبته ياكل ويشرب وينام في حضن الغريب، كل ده عشانكم. انا جسمي اشعر قوي بصراحه. ايه نصر، انت شايف الموضوع سهل قوي كده؟ يعني لو انا عملت عمليتك دي هبقى شريفه؟ انت تخلصي خالص، انت لسه دورك ما جاش. والدور المره دي على مين يا احمد؟ علي انا؟ هتحفر لي حفره وترميني بالحصى؟ تتقطع ايد وايد اي حد فينا يفكر يمسك يا نصر. ايوه جيبي ورا يا اختي انتي، ده انتوا خليتوا سيرتنا على كل لسان العوج قبل العدل في الحاره الزفت دي. مش عايز اسمع كلمه زياده. اختك انضف من ايه زيكم؟ مفيش حد يستاجر يتكلم عنها كلمه وحشه. نصر ما عملتش حاجه غلط، وانا كنت عارف كل حاجه من الاول. كنت عارف؟ اه كنت عارف، وكله كان برضاي. ابن اختكم من هنا وطالع هيعيش في البيت ده، ومفيش حد شطان يوزه يفكر يدوسلها على خاطر هي ولا ابنها. لحسن على حرام لها هتفينه هنا، مفهوم؟ يلا كل واحد على اوضته. يلا أحمد. عارف منين لها في برنامج إرهاب؟ أحمد؟ أنا معرفش. ما تكدبيش، أنت اللي قلتيله صح؟ أنت إيه يا بنتي؟ غبية؟ بتتصرفي من غير ما تفكري. أي أنا كنت خايفة عليكي، ما كنتش عارفة أعمل إيه غير إني أقول لحد عشان يتصرف. يتصرف إيه؟ وأنا رايحة في مصيبة؟ ده شغل، تبي تبعتولي عشان يفضحني. والله العظيم ما كان قصدي، أنا ما فكرتش في كده أصلاً، أنا قلت أحمد طيب يعني ومش هيعمل حاجة. طيب أه، طيب. وهوجيه بوظها بكبته يا أختي. بس دي غلطتي أنا. أنا غلطة استأمنت واحدة زيك على حاجة. من هنا وراح يرحب الحساب وقتي، وكل واحد فينا عنده حاجة للتانية يطلعها. وتيجي شايف أختك نصر أهو، الفضايح بتتعرف، وأنتِ عارفة أنا ماسكة عليكي إيه كويس أوي. ورحمة أمك لندمك، وقريب أوي. انت جايه ليه؟ انا مش جايه ادافع عن نفسي ولا اقولك ان انت شفته ده مش حقيقي. لا يا احمد، اللي انت شفته حقيقي، واللي انت ممكن تكون تخيلت انه حصل حصل فعلا. ممكن تطلعي بره دلوقتي؟ هطلع بره حاضر، بس والنبي سيبني اقول كل اللي في قلبي، مش هتشوف وشي تاني. أنا كنت زي أي بنت بتحلم تحب وتتجوز ويبقى عندها عيال. الحب وقلة العقل هما اللي ودوني في 60 داهية. حبيت واحد أكتر من نفسي، طلع ابن كلب. من ساعتها كل حاجة باظت. أنت جاية بتقولي لي الكلام ده ليه دلوقتي؟ عشان حبيتك.
عشان حبيت بصيتك ليا. عارف يعني ايه واحده تحب واحد عشان بصيته ليها؟ والله حاولت ابعد نفسي عنك معرفتش، والدنيا عملت زي ما بتعمل معايا كل مره، جابتني قدامك وفضحتني. انا مش هلومك لو انت قررت تقطع معايا وما تعرفنيش تاني، حقك. يا ريتك يا اخي كنت عملتني زي اي واحد فيهم عاملني، زي اي واحد تستاهل كلمه حلوه ولا احترام. على فين؟ نازله الجامعه، عندي محاضرات. وشك رايق يعني؟ مفيش حد من اخواتك السته رواقك النهارده ولا ايه؟ يبقى خلصت. ما انا كنت كنت ايه يا بنت انت؟ كنت فاكر ان انا مش عارف ولا ايه؟ يا بنت لو راحت ايد عليك اموتك. انت حته عيله. عايزه ايه تاني من الدنيا؟ عايزه حاجات كتير يا سيدي. زي ايه؟ مش كده قلت لي عايزه عربيه وقلت لك حاضر؟ عايزه ايه تاني؟ دي حاجه. دي حاجه من ضمن مليون حاجه. واقل حاجه كمان. ناقصني عيشه كويسه يا سيدي. اللي اقل مني عايشينها وعاملين نفسهم حوانم وبرنسسات وانا مش في الخريطه خالص. والكلام اللي انت كنت قلتيه ده بنت، ده اللي هيحطك على الخريطه بنت جدله. ما تردي اهو سلمها. مش انت طول عمرك يا اخويا بتقولي لنا خدوها سلمها سلمها، وانا خدت بكلامك شغل وهكبر فيه. تكبري ده انت وطيتي وقطتينا معاكي، بس ورحمه امك لا هظبطك قبل ما تفجري. ابوس ايدك، ابوس ايدك يا بخارست والله العظيم. نهايه الكلام. مفيش نزوم البيت لا جامعه ولا سيفت، وباب الشقه ده ما تخطيهوش. حرام عليك. اكتمي. مش كنت زعلان قوي ان سيد سافر وسابك؟ او سيد رجع لك اهو، بس هيظبطك الظبطه الصح يا بنت جدال. لا خالص، بس انا ملاحظه من بدري يعني ان حضرتك مش على بعضك وسرحانه، حساكي متضايقه من حاجه فقلت اطمن عليكي. والله متضايقه من حاجه، مبسوطه من حاجه، دي حاجه تخصني مش كده ولا ايه؟ عندك حق، انا اسفه. رحاب معلش.